الذهبي الذي ذهب لقمرية لهجنر عاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، أيضا من نال الفوز والناموس. نهني في الشوط الأول الرئيسي، كذلك شوط الخنجر الذهبي ذهب لمنصف من هجن رئاسة دولة الإمارات بقيادة مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد لخيالي. وها هي إذن شوط الوداع الذي انطلق في هذه المسيرة كي نسدل الستار لسن الثنايا في سباق سيدي أمير البلاد المفدى هنا في أيضا ميدان الشحانية للهجن العربية الأصيلة. نتابع معكم مجريات هذا الشوط، نتابع الانطلاقة، نتابع التحدي، نتابع الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، والانطلاق والتحدي مشاهدينا الكرام. أرى العنود على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول من هجن رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة المضمر السيد أحمد بن مطر بن مايك لخيالي، من تأتينا على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني سلهودة لسمو شيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيج بن علي بن خفية لقتبي. وصلت هنا الشحانية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن قليفة الثاني وتسللت إلى ثاني المراكز، إلى الصدارة، إلى المقدمة بقيادة لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وبقيادة محفوظ بن خميس لنبي. والواصلة هنا نشوة 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 لسمو شيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم عتيق بن سالم بالعرض الحميري في تضمير نشوة من تنطلق في هذه اللحظات. الله، عادت الشحانية، عادت أيضا لصلب المنافسة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن جابر بن فران المري في التضمير والتحدي. التحدي، غادرنا لوحة الكيلومتر الأخير، غادرنا اللوحة، يا سلام، الله، التحدي، التحدي، الله، يا سلام، يا سلام، الوجبة، 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 من انطلقت من الجانب الآخر، انطلقت بالتحدي، انطلقت بالفوز، انطلقت بالناموس. الوجبة هنا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة سالم بن فران المري. العنود قادمة، العنود قادمة هنا لهجن رئاسة دولة الإمارات بقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. الفيلسوف مع الذهبي، الذهبي والفيلسوف في صراع للفوز، في صراع للناموس. الله الله، ولكن الوجبة صامدة على الصدارة، صامدة على المقدمة، على المركز الأول. الوجبة والعنود، العنود والوجبة، الوجبة والعنود، العنود والوجبة. الله، عامدة العنود، عامدة العنود، عامدة العنود على الفوز وعلى الناموس والنقطة الثالثة. تهانينا لهجن رئاسة دولة الإمارات على هذا الفوز الجميل للعنود، وتهانينا أيضا لسيد أحمد بن مطر بن مايد الخيالي على هذا الأداء الجميل. بينما المركز الثاني الوجبة تعرف شغل قعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، عزايم في المركز الثالث لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، الوعية في المركز الرابع صاحب السمو شيخ محمد بن راهب سعيد المكتوم، المركز الخامس من نصيب الشحانية لسعادة شغل قعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى، دعناها على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام كاملة مكملة بأداء وعرض جميل. نعود مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني، وهنا لقطة أيضا جميلة للحظة تسلل العنود إلى خط النهاية، معلنة الفوز، معلنة الناموس. لقطات متميزة من مخرجنا دائما وأبدا من ينقل هذا الحدث الجميل. وهنا التوقيت الزمني للحظة وصول العنود ب 12 دقيقة 46 ثانية 48 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن رئاسة دولة الإمارات، تهانينا للمضمر السيد أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. 12 دقيقة 47 ثانية 62 جزء من الثانية، التوقيت الزمني الذي سجلته الوجبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة
الثاني عزايم من اتت على المركز الثالث ب 12 دقيقة 50 ثانية 45 جزء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ زياد بن محمد بن زايد الهيان ولمحفوظ بن خميس لنبي. تهانينا لجميع الفائزين. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل ناتي الى ختام سباق مساء هذا اليوم. عمل ان نلتقي معاكم ان شاء الله تعالى يوم الغد صباحا مع الكبار. تقبلوا تحيات الجميع والى استوديو الاصايل والزميل سالم بن ثامر.